بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معكم تكملة لكتابة آيات سورة الفاتحة، وتأخرنا أمس واليوم لأسباب ظروف خاصة في العمل، ونكمل معكم صراط الذين أنعمت عليهم الآية الكريمة. بداية، الصاد لا تكون على السطر، تكون أرفع قليلا من السطر. وينتهي الصاد في منتصف هذا الجزء، ثم تبدأ الحركة الثانية بالانحناء قليلا هنا، حركة انحناء بسيطة ثم دوران. هذا الدوران ينتهي عند هذا الجزء هنا في الأسفل. ومنها تبدأ الحركة الثانية التي هي تكون موازية لحركة الفتحة أو حركة الكسر. ثم هنا نقطة بسيطة التحام، ثم دوران لحركة الراء. حركة الطاء من الأسفل، لأن الطاء ليس مثل الصاد، الصاد بعدها حرف نازل والطاء بعدها فوقها ألف، يفضل تكون من الأسفل حتى لا تصعد كثيرا إلى الأعلى. ارتفاع هذا الجزء يكون مقابل لهذا الجزء، والألف كما تعلمنا تكون نهاية بياض الطاء أو الصاد الداخلي. صراط الذين عندما يكون دال أو هاء بعد الألف، فإن نأتي إلى مكان الألف غير النبرات التي شرحناها من قبل، غير الوصل ذاك، يعني وصل مختلف، فنأتي إلى هنا ثم زيادة على هذا الجزء، ثم يكون الصعود إلى الحركة الثانية التي هي الذال أو حركة الهاء أو غيرها أو النبرة، هذه نفس المبدأ. ومن هذا المكان تماما تبدأ حركة الياء مع النون. طبعا نضع النقطة في هذا المكان إذا كان أعلى الكأس ألف، أما إذا لم يكن هنا ألف أو حرف معتمد على النون سنضعها في المنتصف.
ممكن تبدأ فيها كميم مفرد، ممكن تبدأ فيها ك يعني وتوصلها وصل بهذا الشكل من اليسار. يعني هذه طريقة هكذا، ثم تكتب كأنها ميم مفردة. هناك طريقة بهذا الشكل، ثم تنزل بهذا الشكل وترسم هذه ثم تواصل، كلها صحيحة. وطبعا كتابة المصاحف القديمة كان العين لا يرسم، يكتب مباشرة. سأشرح لكم، فقط أكمل الكلمة ثم أشرح هذه النقطة. يكون هذا أنزل قليلا من هذا الجزء. طبعا هي آية واحدة، ولكن سنترك المتبقي منها إلى يوم الغد إن شاء الله، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا كنت ذكرت في العين، في الأقلام الصغيرة تكتب مباشرة في المشق دون رسم بهذا الشكل. دون أن نعمل بهذا الشكل ثم نرسم، لأن الرسم لا يتناسب مع المشق. المشق يحتاج سرعة ويحتاج بالقلم مباشرة دون يعني الاحتياج كثير إلى الرسم. الرسم فقط في تنفيذ الأعمال الصغيرة والبسيطة، أما هذه الأعمال لا تحتاج إلى الرسم. هذا الشكل أو بهذا الشكل دون أن نرجع إلى الرسم.
بارك الله فيكم.